السلام عليكم. أقول الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ مصطفى، اتفضل. جزاك الله خير. لو وإياكم. سمحت، احنا فاتحين محل صغير في الأرياف، نعم. وبعدين في زبونة يعني بتيجي على طول تاخد مننا حاجات وكده، ها. فجأة لأنها يعني ايه وشها مقابل للمحل بتاعنا، يعني قامت فاتحة أوضة نوم وعاملاها محل وجابت كل حاجة عندنا. احنا لو زعلنا الوقت حرام ولا حلال ولا ايه موقفنا؟ لا لا، عفوا، قاعد قاعد احنا عندنا محل فاتحينه في الأرياف، في قرية زبونة من تاني. القرى. فتحتم ها؟ محلا، ها، نعم؟ فتحتم محل في قرية في شوارع ضيقة. فاتحينه من زمان يعني في محل في الأرياف يعني، وفي زبونة دايما بتيجي تاخد مننا حاجات في وكده. شارع ضيق، عرضه كم متر؟ المحل وليكن لا، الشارع عرضه كم متر؟ الشارع عرضه حوالي 6 متر ولا حاجة ايوه، أو 7 يعني، عشان ايوه، ما مش مش فتحتم محل والاخت امامكم في البيت الذي امامكم. وكانت أوضة نوم قامت فاتحاها مخصوص، وقامت فاتحة محل وجابت البضاعة اللي زينا لا دلوقتي. عفوا، ما تقولش اوضه نوم وتقلقنا الان. انت تقلقنا هي أوضة، بكلمه اوضه النوم. يعني فتحت اسمع، غرفه من أيوه بيتها جعلتها محلا، بس أيوه ما تشوش أيوه اوضه النوم يعني. أما للأسف، معلش سامحني سامحني. ايوه، مسموح. دلوقتي لو زعلنا من الموقف ده حرام ولا حلال ولا؟ الزعل في القلب، ما عليكش مشكلة في الزعل في القلب، لكن لا تستطيع أن تمنعها. لا ما نستطيعش، بس احنا نقول اللي خايفين يعني مثلا لا زعلنا الموقف ده لا، كده زي بيت اللبن الرزاق والقوة، زعلنا. الرزاق ذو القوة المتين هو الله. بارك الله فيكم، ما شكرا. الله يبارك فيكم.